مساكم الله بالخير متابعينا، نرحب فيكم في مهرجان البحر، حياكم الله. وهني مدخل المهرجان، طبعا كالعادة هيئة البحرين للسياحة والمعارف تهتم في أدق التفاصيل. هاي القسم من أقسام مهرجان البحر يصورونك ويطبعون الصورة لتكوين لوحة كبيرة من مكونة من 4000 صورة. هذه الصورة الحين بيصورني ويحطني في الموزايك. طبعا عقب الطباعة مكتوب لهم الكولوم بالضبط وغو، فيشوفون بالضبط وين السطر والعمود وين بتنحط صورتي كان حاطت. هذه منطقة الألعاب بعد تلوين السمكة مني في هاي الجهاز تنحط دايركت مباشرة في هاي الشاشة. وهني مغامرة بالقارب وباستخدام تقنية الواقع الافتراضي. وهني منطقة حوض الأسماك، المنطقة دائما تجذب الأطفال لاستكشاف أنواع السمك الموجود. هني دورات تقدمها المؤسسة الملكية للإنقاذ والسلامة المائية. هذه اللعبة تحدي، كل واحد يختار لون، بس على واحد يطق الليتات، طبعا النقاط تنحسب في ذي الشاشة. عندهم الجولات البحرية بدينارين حق تقريبا حوالي 15 دقيقة زايد قاصر. طبعا الجولات تكون بيخت دلما مارين الأبيض اللي نفس الموجودين في الأفنيوز. اكتشفت شغلة حلوة يا جماعة، التكسي البحري ياخذكم من مجمع الأفنيوز إلى مهرجان البحر والعكس. الوان واي بدينار، فتو واي يعني روحة وياية بدينارين، ففكرة حلوة لو عندكم مشوار في الأفنيوز تقدرون تيون مهرجان البحر وترجعون مرة ثانية. وعلى فكرة المواقف فيها باصات تأخذكم إلى باب المهرجان ومجانا. To go away. I don't want to forget.
الحمد لله والحمد لله والحمد لله. الله رزقني ولد وسميته حمدان. مساكم الله بالخير متابعينا. وايد ناس يسألوني عن مكان المهرجان. المهرجان تقريبا في منطقة خليج البحرين بس صوب المرفأ المالي برج بالأمار، وهني المهرجان. زاوية متميزة هالسنة في مهرجان البحر، والأحلى من ذي كله أن النحت على الرمال بأيادي بحرينية، شغل أخونا الفنان عبد الله الحركي. يعطيك العافية أستاذ عبد الله، شو الشغل الحلو؟ قواك الله، وايد ما شاء الله شغله حلو، شيء يعني على مستوى. مهرجان البحر خلانا نتعرف على مواهب وطاقات بحرينية مثل أخونا حسين المقابي، حتى بيض السلاحف موجود. يعطيك العافية حسين، قواك الله، نفتخر والله بهالطاقات. حياكم تشرفونا، ان شاء الله بيونك متابعينا ويشوفون اعمالك الحلوة. يعطيكم العافية والله يا شبابنا. اخونا الفنان جاسم المقابي قال لي تعال اقعد وبرايك شو بسوي. شو بتسوي جاسم؟ يلا خربش وراونا شو بتسوي. اقول لكم مهرجان البحر راونا ابداعات شباب البحرين ما شاء الله عليهم. جاسم من ضمن المبدعين اللي موجودين في مهرجان البحر، رسام وفي نفس الوقت نحات على رمل وما شاء الله عليه. هو طبعا قاعد يرسمني الحين، قاعد يبي يشوف ملامح وجهي. عقب شوي بنغويكم نهاية الصورة ان شاء الله. يعطيك الف عافية اخوي جاسم. يلا ما اوصيكم شباب طقون له فولو تشوفون حتى. يا هيا ما شاء الله فن فن فن. يعطيك الف عافية اخوي جاسم. يلا ما اوصيكم شباب طقون له فولو تشوفون حتى اعمال الشباب الباقين. زود فضل. أجواء وايد حلوة في مهرجان البحر في نسخته المتميزة حق هالسنة. مثل ما قلت لكم من كم يوم إنه في تاكسي بحري يأخذكم من مهرجان البحر إلى مجمع الأفنيوز والعكس. دائما أيهم في أي مهرجان سواء البحرين ولا برا البحرين حق فلق المحار. يلا خلنا نشيك حظنا. والله يكتب كل خير. عطني هذي. هذه روسية في مهرجان البحر. فريق محترف يقدم هالعروض الحلوة في مهرجان البحر.
مهند شاب بحريني بعد مشارك في ضمن العروض في مهرجان البحر.